اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا انتي ثروه. مشاهدينا، النهارده في موضوع مهم جدا هنتكلم فيه بيثير الراي العام ويثير السوشيال ميديا، وهي ظاهره خطيره جدا انتشرت في السنوات الماضيه بشكل غير طبيعي، وهي بتمثل في هروب الفتيات من بيوت اهاليهم، سواء الفتيات اللي هم من القرى، وهي بتبقى نسبه اكبر من هروب الفتيات من المدن. وده بنرجع لان بيهربوا من اهاليهم للمال او للشهره، او لان هم يعني بيبقى عندهم تطلع لللبس الغالي، للعربيات، للسيارات اللي هي الفظيعه في شكلها. وده بيرجع لأسباب كتيرة جدا، ويعني احنا مش عارفين ايه هي الأسباب وايه اللي بيخليهم ان هم يهربوا من بيوت أهاليهم. هل عدم الاستقرار؟ هل التحرش من الأب أو الأخ؟ هل مفيش كثرة الخلافات بين الآباء والأبناء؟ ولا ايه الاسباب؟ كل ده هنعرفه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهارده، استاذه امل حسن شعبان، استشاري اسري وخبيره تنميه بشريه وكاتبه. اهلا بيك يا استاذه امل. اهلا بيك واهلا ازاي حضرتك؟ اسره البرنامج الحمد لله. طبعا انا شرفني وجودك معايا لتاني مره في برنامج انتي ثروه، والنهارده بنتكلم عن ظاهره انتشرت بشكل غير طبيعي جدا، واحنا مش عارفين هل هي منتشره في البيوت او في القرى اكثر من المدن، ولا الاثنين زي بعض، اللي هو هروب الفتيات من بيوت الاهالي. ده عايزين نعرف من المتسبب في انتشار او وجود هذه الظاهره، ومين السبب. تمام، انا بشكركم طبعا على العنوان الجميل والحلقه الجميله، فعلا بتهم كل اسره وخاصه اللي عندهم ابناء وبنات. ده مهم جدا، وده معهود عليكم ان انتم يعني بتراعوا كل حاجه فيها الاسره، يعني يبقى بتفيد يعني الاسره، فاحنا قناه الصحه والجمال دايما مهتمه جميل. بالمشاكل العائليه بس والاسره بالذات. تمام، نفرق الاول كده في حته صغيره قبل ما نقول في الاسباب. يعني في بعض البنات بتبقى عايزه الاستقلال، احنا مش هنتكلم على الاستقلال ده، عن اللي هو الاستقلال ممكن يبقى الاستقلال ايه في بيتها وهي مع اهلها، ممكن ممكن تستقل. يعني الاستقلال اللي هو مثلا القدرة على تلبية احتياجات نفسها في كل حاجة، إن يعني تقدر تأكل بتقدر نفسها وتشرب نفسها وتشتغل وتصرف على نفسها. في بنات برضو بتروح تتعلم في مكان تاني، برضو مش هو ده اللي احنا بنقصده، لكن المقصود عشان نبقى محددين الأسباب الحقيقية للهروب، البنت اللي هي بيبقى مش عاجبها وضع أهلها أسرتها وضعهم ولا طبيعة الحياة ولا البيئة اللي هي نشأت فيها، فبتتمرد تفكير على خاطئ. كل ده تفكير خاطئ، تفكير خاطئ عن معنى الاستقلال بقى اللي احنا كنا بنفرق بينه. هي عايزة تستقل، هي عايزة تبقى حرة. أسباب كتير، منها أولها يمكن نقول التفكك الأسري بيخلي البنات اللي هي في سن المراهقة، غالبا البنات دي بتكون في سن مراهقة، أكيد ما بيبقاش في تواصل مع الأهل. عدم معرفة سمات فترة المراهقة اللي هي بيبقى فيها تمرد، بيبقى فيها الشاب أو البنت بتبقى خلاص أنا آنسة وبتعاملوني ليه كطفلة، فلا ده مش عاجبني. ده كمان حاجة مهمة قطعت كلامك، ده سبب اللي هو السمات، يعني الحتة دي اللي هي بتاعت السمات أولا. أيوة تمام، اتفضل. في نقطة بس أنا عايزة أذكرها، يعني برضو عايز أناقش حضرتك فيها. هم بيفهموا إن خوف الآباء عليهم إن ده خنقة او كبت حريتهم، او ان هم ما عندهمش شخصيه او كده، ما يعرفوش ان ده خوف، خوف من الزمن، خوف من الحياه، خوف من تطور التكنولوجيا، كل ده خوف. كل ده خوف، ايوه خوف الاهل. بس هو دلوقتي احنا بنقول ان دول سمات للمراهقه، ده حاجه من سمه من سمات المراهقه، ان هم مش قادرين يفهموا التفكير الصحيح والمعنى الصحيح للاشياء، عندهم حته التمرد، فيبقوا فاهمين ان كلام الاهل لا ده مش مواكب للعصر. زي ما قلنا العالم بقى قريه صغيره. حضرتك كنت بتسالي دلوقتي هل القريه بس ولا المدينه بس؟ أيوة بقى دلوقتي لا، العالم بقى كمان. كله، ايوه العالم كله بقى قريه صغيره. يعني البنت اللي في الريف بقت ماسكه الموبايل وبتتواصل مع العالم الخارجي اللي هو عالم افتراضي، وهي بتعتقد ان هو ده الحقيقه. يعني بالزبط. هي بتتكلم مع حد على السوشيال ميديا ومش عارفه اذا كانت دي بنت ولا ولد، يعني ممكن البنت تبقى ولد، ممكن الولد ولد يبقى يبقى بنت، بنت هي عالم افتراضي مش عارفين ايه اللي وراه. تمام، فهي بقى ايه متاثره حاليا الزياده دي،
اللي حضرتك بتقول عليها الظاهرة أو بدأت تبقى ظاهرة، يعني ده لأن العالم بقى قرية صغيرة، بقى كله القرية والمدينة، مش هنفرق النهاردة بين القرية والمدينة، تمام لأن ممكن تبقى بنت في اسكندرية وتروح القاهرة، أو بالظبط بنت في القاهرة تروح اسكندرية، بالظبط بنت في الشرقية فبتروح القاهرة أو اسكندرية، بقى خلاص ده ما فيش مكان معين نقدر نقول عليه أيهما أكثر حاليا. أحيانا هنقول بقى في الأسباب، إيه الأسباب اللي تخلي البنات تهرب بقى؟ الهروب والفرار من بيت الأهل. طبعا هي عايزة استقلالية، شايفة عالم الغربي، البنت فيه مستقلة والبنت بتخرج، فهي معتقدة ان هي ممكن تعمل ده، ومش عارفة ان احنا ممكن، احنا في يعني مجتمع شرقي ليه ولا عاداته وليه قواعد ولا تقاليد تقاليده ولينا دين ولينا دين، وهما برضو عندهم الدين، بس هو احنا عندنا مصر بالذات ليها عادات وتقاليد مختلفة عن اي بلد يمكن. أكيد فهي عدم التواصل مع الاهل في البداية، مش قادرة تتواصل معاهم، وخاصة انها في سن المراهقة. المراهقة احيانا بيكون في اللي هو التفكك الاسري، في خلافات بين الاب والام، سواء كان في خلافات وهم داخل الأسرة صغيرين وهم موجودين ومكملين مع بعض أو منفصلين. أو منفصلين، فهي خلاص هي حاسة هي التفكك ده طلاق للأبناء، الطلاق للزوجين بيبقى طلاق للأبناء، فهي حاسة إن هي مطلقة من الأب من الأم، كل واحد بيحاول يجذب من ناحية ويقول للطرف التاني، عايز يشوه صورة الطرف التاني، فهي مش عارفة هي فين. فالتفكك الأسري يخليها مش قادرة تعرف أنا فين، أنا شوية هنا شوية هنا، فتبقى مش قادرة تقعد في خلاص مكان عايزة واحد، تمشي من البيت عايزة تمشي. إذا كانوا منفصلين بطلاق أو إذا كان هما أو موجودين إذا مع كانوا بعض جوه، وفي فهي مش مشاكل طايقة داخل المشاكل البيت. دي، فتبدأ تهرب من البيت. طب يا دكتور أنا عايزة ده أسأل سبب. سؤال، يعني هو دلوقتي يعني ده سبب واحد، وطبعا في أسباب كتيرة، تمام، يعني هنقولها طبعا إن شاء الله. يعني أنا شايفة إن السبب الأساسي إن برضو دور الأم والأب في البيت ضروري جدا، تواصل، عدم التواصل. وخاصة إن دلوقتي لما البنت بتبقى قاعدة في أوضتها قافلة عليها الباب وقاعدة على النت 24 ساعة، سواء على التليفون سواء على الكمبيوتر سواء على الآيباد، طب الأب والأم فين؟ هل هم مريحين نفسهم إن هي قاعدة في الأوضة ومريحاهم مثلا وموجودة في البيت؟ طب ما ده أكبر خطأ، لأن أنت لا في مراقبة ولا متابعها ولا شايف هي بتعمل إيه، فده برضو غلط كبير جدا. تمام. أولادنا محتاجين للحب والحنان، ده أكتر حاجة. لما بنشبع ولادنا في البيت من الحب والحنان، ما بيدوروش عليه بره. ويمكن في نهاية الحلقة نقوله إيه أنواع الحب، اللي هي مش كل واحد تقولي له أنا بحبك كده خلاص هو حس بالحب، أو تعمل إيه، وإيه أنواع الحب اللي إحنا ممكن نقولها في النهاية يعني إن شاء الله. طب معلش يا دكتور ولادنا، هنقف، انا اسفه ولادنا ان انا محتاجين بقطعك يعني، للحب والحنان، مش بيلاقوه فبيطلعوا بره. وبيطلعوا بره يلاقوه. تمام، طب انا هقطع بس كلامك وهنرجع اتفضل. نكمل، بس معانا اتصال. طب احنا لسه ما قلناش احنا حاجة، لسه فعلا ما قلناش، بس واضح ان الحلقه النهارده لسه ما يعني. قلناش حاجة في الحلقة. استاذه بشاير، الو. ألو، ايوه اتفضلي. ألو، ممكن؟ أيوه، اتفضلي يا استاذه. ممكن أقول رأيي في الموضوع ده؟ ممكن ايه؟ أقول رأيي في الموضوع ده؟ اتفضلي قولي رأيك. اتفضل. طبعا أنا يعني بنته يعني في العشرينات يعني، تمام. فبصراحة أنا ضد الكلام ده خالص يعني، حضرتك ايه؟ ضد الكلام ده. ضد الكلام ده، تمام. أنا مريت بظروف صعبة كده في حياتي مع عيلتي، وبصراحة كنت ناوية قلت خلاص لازم أمشي، لازم أمشي، لازم أهرب ضد ايه يعني، بالظبط؟ فكرت كده كتير بجد يعني إن أعملها، ضد الكلام اللي احنا بنقوله. بس مع الوقت بصراحة الوقت اتغير وحياتي حلوت بقى بصراحة بجد يعني الأول خالص يعني، قلت الحمد لله إني ما عملتش كده. طب انا عايزه اسالك سؤال يا استاذه بشار، انت بتقولي انت يعني عايز تقولي رايك في الموضوع احنا بنتكلم فيه وانت ضد الكلام ده، طيب بما ان انت من العريش وان انت يعني عرب ليكوا تقاليد وعادات مختلفه كمان شويه أنا من العرب فعلا، من العرب احسن ناس، بس انا الله يخليك. اللي انا عايزه اقوله ان انت برضو جه في دماغك ان انت رغم الظروف اللي انت مريتي بيها في وسط الاسره ان انت فكرت ان انت تستقلي فعلا بذاتك وتسيبي البيت بتاع الاسره، ولكن بشكل سريع. تراجعتي تاني وما عملتيش كده، ايه اللي خلاكي تتراجعي؟ بصراحة فكرت في والدتي، أنا ما عنديش غير والدتي يعني، هي اللي ما عنديش أب يعني، فهي اللي ليا، ففكرت خفت عليها، خفت على اخواتي الصغيرين، وصراحة
صراحة مع الوقت اتغير يعني حالنا اتغير بقى احسن من الاول جدا يعني. بنشكرك يعني هو اللي خلاكي تفكري في الموضوع ده جميلة. مشاكل مادية؟ أما لا مشاكل أسرية في البيت كمان، مشاكل مشاكل أسرية. أسرية. طيب أنا بشكرك جدا أستاذة بشاير على اتصالك، وبشكرك على مشاركتك لينا في موضوع حلقتنا النهاردة. يعني ده برضو جزئية إن برضو في بنات فكرت بس في بنات تراجعت. بتفكر وبترجع لان في عندها وازع ديني او اخلاقي، والاخلاق المهم الاخلاق، يعني بيقولوا بالبلدي كده ابنك على ما على ما تربيه تربيه وجوزك على ما وجوزك على ما تعوديه. تعوديه. ماشي، ابنك ايه على ما تربيه، ربيتيه على ايه؟ على انه هو يخاف عليكي، على حته ان انا منتمي لامي وخايفه عليها وخايفه على زعلها، لا ده انا همشي وامي هتحزن عليا، امي هيبقى شكلها ايه، ابويا هيبقى شكله ايه، انا ربيت ولادي على ايه. هو ده بيأثر فيهم فعلا جدا، وهو ده اللي بيخليهم يعني احنا زرعنا زرعه فاحنا لازم هنلاقي لو زرعنا فلفل هنلاقي فلفل، لو زرعنا تفاح هنلاقي تفاح. هي امها زرعت فيها الحب والخوف عليها فلقيته، صح لما اللي هي بتحصده لقيت بتلاقيه. فيه اتجاه سلبي يعني. صح فاحنا بنشكرها على ان طبعا هي انا بشكرها فكرت جدا طبعا. وبدات تتراجع فيه، ده حاجه كويسه جدا، واحنا بنتمنى ان شبابنا لما يفكروا في حاجه زي كده لاي اسباب، تقليد للغرب او صديقه قالت لها يلا بينا نطلع ونروح ونبقى احرار ونعيش بحياتنا ونخرج زي ما احنا عايزين ونلبس زي ما احنا عايزين ونسهر زي ما احنا عايزين، نشرب شيشه ماشي، نشرب سجاير ماشي، نشتغل، ننام براحتنا، نقوم براحتنا. ويمكن في الايام اللي فاتت كان في بعض الناس على السوشيال ميديا بالظبط، كانوا بيطلعوا يعني يقولوا احنا كنا الكلام عايزين ده. نتكلم عن يعني طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي ظهر عندنا كم حاله على السوشيال ميديا، وكانت حديث السوشيال ميديا طبعا ايوه حتى واثارت بدون اسباب الجدل. اسماء لان في انا كانوا مش كتير هقول طلعوا. اسماء، لكن في يعني مثلا يعني بنات كانوا من عيله كويسه، يعني انا عشان كده اقول لك يا استاذه امل ان هو مش شرط تكون من القرى والمحافظات، بالظبط. لا بالعكس، هي ممكن تكون بتدرس وفي جامعه كويسه جدا ومع ذلك عملت حاجة على السوشيال ميديا أثارت الجدل. مش هنقول إن هو يعني إن هي بـ 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 يعني ألفاظ وكلام ما يصحش إن هي تقوله. هي في ناس قالوا على السوشيال ميديا إن هي بتساعد على الفجور، وإن هي بتساعد تقدمت على للمحاكمة على فكرة بالظبط واتقبض وتم عليها حبسها واتحاكمت واتفصلت من بالظبط. جامعتها وكل ده، وهم قالوا ان هي برضه بتساعد على تسيير الدعاره ولكن بطريقه غير مباشره. فطبعا كل ده يعني مش شرط ان هي تبقى من المحافظات. فراي حضرتك ايه مثلا في الحاله اللي ظهرت من فتره وبرضه كان سنها 21 سنه وفي جامعه وبنت ناس وكل حاجه، ده راجع برضه لايه؟ رجع للاخلاق وللتربيه، ده اهم حاجه، ديت هي دي الاساس، دي الاساس اللي هي نقدر نبني عليه كل حاجه. احيانا بيتعرض البنات بتتعرض للعنف، سواء عنف جسدي او عنف لفظي او بالزبط. عنف، بيبقى مش قادرين يعني، ممكن يكون من الاب وممكن يكون من الاخ ممكن يكون من الام، بالزبط. فالبنت برضو مش قادرين يحتووها فبيبقى في عنف، فهو ده برضو يخليها. بس ده مش حل يا دكتور، ده مش حل يعني طبعا، مش حل ده ان مش انا لو حل. بتعرض للعنف او للضرب او للتحرش او من داخل بيتي اللي انا عايشه الوعي فيه، لا والتربية بالظبط والأخلاق، الوعي والتربيه والاخلاق، وان انا ممكن الجا للقانون، الجا للجهات اخرى ان هي تساعدني ان انا يعني ما يحصليش كده، او ان انا تساعدني في حل مشاكلي دي، لكن مش هسيب بيتي واروح اعمل لا حاجات طبعا تانية اوحش طبعا. من اللي انا كنت قاعده فيها في البيت. بصي ولادنا احنا بنقعد نقوله نتكلموا معاهم 9 سنين ونديهم نصايح، هما مش فاهمين النصايح اللي احنا بنقولها، وال9 سنين التانيين لغايه 18 سنه، ما هو 18 سنه طفل، لغايه طفل سن القانون، السن اللي محدده القانون لغايه 18 سنه طفل. هو مش بيسمع الكلام، فالمفروض هنا الام او الاب يقعدوا معاه حوار ويسمع. والحوار ده معناه ايه؟ ده مش معناه ان انا اقعد اقول انا اللي اقعد اتكلم، مش ان انا الاب اقعد او افرض الام هم عليه اللي قاعدين رايي او يتكلموا افرض وافرض عليه اي رايي. حاجه. بالظبط يا ابني انت عارف السجاير اضرارها ايه، يا ابني انت عارف انا صدري تعبان ازاي، يا ابني انت عارف انا جالي امراض ايه. ما تقول لا، لا انا قاعد عشان اسمعه، اعرف اسمعوا مشاكله، اعرف عنده ايه، اعرف رايه في حاجات كتير. بالظبط، اخد رايه واخد منه واخد منه، وبعدين نبدا بقى نعالج واحده واحده. للاسف حتى الاهل ما بقاش عندهم الوقت ده. السوشيال ميديا حتى بتشوفي على السفره هتلاقي الام ماسكه تليفون والاب بالظبط ماسك تليفون بالظبط، والولاد ماسكين بقى في تليفون، تفكك في وده الاسره يا استاذه بيضحك امل. وده ما زعلان وده بالظبط بيبتسم،
على السفرة. السوشيال ميديا وعلى السفرة هما بياكلوا، حتى لو هما قاعدين مع بعض في البيت كل واحد في وادي، كل واحد ما بيتكلمش مع التاني المفروض خالص. عارفة زمان كان في الطبلية بالزبط. كانوا بيقعدوا عليها النص ساعة بتاعت الأكل ديت، كان كلها حوارات صح. كل واحد بيطلع اللي عنده، ممكن يبقى فيه قضية يناقشوها سوا، مشكلة يحلوها، لكن حاجة كويسة تفرحهم. دلوقتي الأكل في الأوضة، ولو البنت عايزه امها ممكن تديها تليفون او تديها رساله على الواتساب او لا، هم ما بياكلوش مع بعض اصلا. ايوه ما بقاش يعني في بقى التجمع في ده، التجمع في فتره الغداء او فتره العشاء، ما فيش كلام. عمل انفصال، عمل انفصال، عمل فجوه بين الاهل وبين الاولاد. اما تيجي تكلميهم خلاص بقى، يعني خليك فكك بقى الكلام اللي هو اللي احنا بنسمعه الايام دي. فهو احنا لازم نرجع تاني الحاجات دي، يعني مثلا ايه السوشيال ميديا لازم محدش هيقدر يمنع حد منها، لكن في تقنين ليها في وقت محدد. بالزبط. احنا دلوقتي وقت الاكل لازم يبقى فيه مراقبه، خلينا ساعه. انا كمان عايز اقول لك على نقعد حاجه مع بعض. لازم يبقى فيه مراقبه على السوشيال ميديا طبعا. يعني ما ينفعش ان انا مش بس من الاب سن مش من الاب والام سن كمان المراهقة. يعني لازم يبقى فيها محاكمه وليها مراقبه، ان اي حاجه بتبقى خارجه عن الاخلاقيات والادب لازم الشخص يحاسب عليها ايا كان. على فكره دلوقتي في تطبيقات وفي برامج ممكن تقدري تراقبي تليفون ابنك او بنتك بدون ما هو يعرف. يعني انا بنتي عامله كده مع اولادها، تبقى عارفه اولادها هم داخلين عليها، داخلين على ايه وبيتفرجوا على ايه وبيشوفوا ايه، فهي كل ده عندها، فهي متابعه. غير ان هي لما تكون قاعده معاهم ممكن نقعد انا معاهم، هم مع هي معاهم، نقدر نقعد نحكي معاهم على اللي هم بيتفرجوا عليه. لان كل يعني ده لازم نتدخل دي داتا في اللي داخله بيشوفوه ده يعني من صغرهم بقى. نوصل للعقليه بتاعتهم، اعرف انت فاتحه الايباد فاتحه على ايه، على إيه يلا بينا نتفرج إيه سوا، يلا بينا نتعلم الحاجات اللي انت فاتحه، اللوكيشنات، الحاجات اللي انت فاتحه دي بتاعت ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه، اشوف طريقه الحديث مع اصحابها عامله ازاي. بالظبط. اعرف مين اصحابها، اعرف مين اهاليهم، اتواصل معاها، مش ان انا بجبد حريتها او ان انا براقبها، لا بس ممكن نصاحبهم. سبب جوهري من الاسباب اللي هي بتاعت هروب البنات الاصدقاء. يعني الصديق والصاحب، الصاحب بيقولوا ساحب يسحبه للطريق، يبقى بالزبط. لازم انا كمان اعرف ولادي مصاحبين مين، بناتي مصاحبين مين. بالظبط. انا لازم اعرف اخلاقهم واجبهم في البيت، ويعني مش بس بنتي رايحه لصاحبتها وانا عارفه اهلها، لا لازم يبقى في تواصل كمان بالزبط. مع الاهل صح. الام مع الام، الاب مع الاب، يبقى في تواصل، ويبقى هنا بيراقب بدون ما البنات يعرفوا بدون كبت حريه بدون او بدون ما يعرفوا مراقبة. يبقى هنا بيراقبوا وهنا بيراقبوا حفاظا على ولادنا، لان ولادنا دول هنا ثروة. يعتبر دول الواحد ثروة. فيهم هم ثروه، ويعتبر الواحد فيهم لو هو راح ناحيه الشمال هتلاقيه قنبله موقوته صح. تنفجر صح. في وخد اي وقت العيله كلها، في العيله، في الاسره كلها معايا. بالظبط. في الاسره، في المجتمع، على 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 المستوى السكيل الاكبر اللي صح. هو مصر صح. فاحنا النواه، الاسره، الاب والام، العائله او العائله، وبعدين الاسره والمجتمع، لازم كل ده يبقى فيه مراقبه، مش الاب والام بس، في المدارس. استاذه امل معلش هناخد اتصال، نقف عند نقطه ثانيه وناخد اتصال. اتفضل استاذه دوابه. الو الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منوره الاستوديو قناه الصحه والجمال، وتفضلي قولي رايك. حضرتك البنات دول تم استغلالهم على اساس اللي احنا سمعناه، ان تم استغلالهم من جهات خارجيه. وظنوا ان هم بيعملوا نفسهم كده مدخول لان هم مش لاقين مثلا مورد، لكن ما يتعلموش ان الحلال والحرام والمال الحرام اساسا يعني عاقبه سوء. صح. طيب بالضبط حضرتك اللي بيتفتح لها باب رزق عن طريق التشهير والتشنيع على الناس المحترمه، بيبقى خصومه مع ناس بتضطر تستاجر ناس عشان خاطر يتكلموا في حق هذا الشخص، عشان الناس عشان يدخل لها مدخول، وزي البنات دول بالضبط. ما هم مش البنات دول بس مجرمين، في ناس ثانيه حضرتك مجرمه. ما هم طبعا اللي يعني هو اللي بيجرهم كمان اصحاب الاستغلال الاخلاقيات. صحيح. في ناس بتستغل حضرتك ان تدعي انها اصحاب فضيله، لكن هم هدفهم التشهير، وبيستاجروا ناس عشان خاطر يشنوا ويشهروا على خصومهم واعدائهم. صح. بنشكرك ان بقى في وعي في النقطه دي، ومدخولهم بيكون من التشهير والتشنيع اللي بدون اثبات بدون دليل. لكن البنات دول فعلا هم
يعتبروا ارتكبوا جرائم، لكن البنات دول ظنوا ان هم كده بيعملوا نفسهم مدخول. طب استاذه دوابه، انا عايزه اسالك سؤال بما ان انت برضو متشاركي معانا الراي دلوقتي بالنسبه لقضيه البنت يعني اللي هي بتاعت كليه الاثار دي، يعني معلش انا اسفه ان احنا هنذكر يعني انت شايفه ان هي لازم تعاقب، هي غلطت وتعاقب ولا هي مجني عليها؟ حضرتك ما فيش حاجه اسمها ما هي مش مسحوبه العقل، هي عملت كده بكامل ارادتها. صح، المفروض ان في قيم وفيها وانها بتمثل مجتمعها، هم عايزين يظهروا بره ان ده المجتمع المصري، بنات مصر هم دول. لا طبعا، لا طبعا، دي ده مش اساس، دي مش قاعده. شكرا يا دوابه على اتصالك. طب ناخد نشكرها اتصال. طبعا على طبعا ان هي عندها وعي ان طبعا الناس دي يعني ممكن تبقى هي بتقول مقبوره بالظبط، عشان تسحب ناس تانية والناس صح تقلدها صح وشايفه للتشهير، الحريه اللي هم للتشهير. فيها وبعدين وبعد هي كده برضو بتقول لك يشهروا لازم بيها. تعاقب لانها مش صغيره، دي كبيره يعني. طبعا من يعني فلت من العقاب اساء الادب بالظبط كده، صح يعني صح في مثل بيقال كده. طيب ناخد اتصال تاني يا استاذ امل. استاذه اسماء الو. ايوه السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اشارك بس في البرنامج ده لان انا ليا راي مفصل. اتفضلي. اولا السبب الموضوع ده بسبب ان البنت عاوزه تسيب البيت وتمشي او الولد او الكلام ده، والسبب هو في الاول وفي الاخر يعني انا معلش صوت حضرتك صوت حضرتك بيقطع. التفكك الاسري هو السبب، التفكك الاسري. ايوه اتفضلي سامعاكي. سامعاني حضرتك؟ سامعاكي يا استاذه اسماء اتفضلي. سبب الظاهره اللي بتحصل في البلد دي سببها التفكك الاسري. تمام. دلوقتي الاب والام بيطلعوا على الحائط، كل واحد بيسيب الولاد في مراكز مختلفه، وكل واحد بيروح يكون خاله ويسيب البنات من عند الجده لعند العيله لعند الاب لعند الام، وخلاص ما فيش رقابه ولا في مسؤوليه ولا في حاجه. دي نقطه. والنقطه الثانيه ان هم اصحاب السوء، يعني انا بشوف بنات بتتجمع وبتعيش مع بعضها في شقق يقضوا اليوم كله مع بعض، لان دول عندهم تفكك ودول عندهم تفكك اللي هم الاصحاب. وبعد كده بياخدوا نفسهم بقى ويقعدوا يشفروا في الافكار ديت ويمشوا. انا في مدرسه سبب المشاكل كلها اللي موجوده قدامي بتبقى مع البنات كلها سببها التفكك الاسري. الام شاكيه والاب ناسيه والوضع مش موجود ومفيش نصيحه بياخدوها خالص نهائي، ومع بطاقه السوق بقى. فسبحان الله يعني احنا دي اسباب مهمه جدا اللي احنا اتكلمنا فيها. المفروض نركز على نقطه التشقق الاسري دي الاول، نعالج النقطه دي الاول. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا استاذه اسماء، يعني برضو في بنات من عائلات مستمره، يعني ما فيش انفصال بين الاب والام، ومع ذلك برضو اخلاقياتهم مش كويس، يعني ده مش شرط أقول الانفصال. لحضرتك هنا ترك الحبل على الغارب لبعض البنات أو للولاد بدون رقابة وبدون قيود وبدون قواعد. بالظبط، مع الحرية الزيادة أيوة. والمال السايب زي ما بيقولوا بيعلم برضو السرقة. بيعلم السرقة. طب أشكرك يا أستاذة أسماء على اتصالك ومشاركتنا النهاردة. يعني انا شايفه برضو ان هي اتكلمت على التفكك الاسري، يعني أيوة هو اكيد مهم سبب جدا واحنا رئيسي. بدانا بيه عشان هو يعني فعلا هو سبب مهم رئيسي، والخلافات بين الاباء طبعا برضو، حتى لو البيت مستمر الاب والام مع بعض، برضو الخلافات دي بتاثر على الاولاد. يعني دايما بنقول ان الضحيه الاولاد طبعا لازم يبقى في قواعد موجوده في الاسره، امتى الولاد يخرجوا، امتى يبقى الحريه ايه وايه حدودها، ايه الخروج والدخول، لازم يبقى في الام والاب على وعي بده، ما يبقوش سايبين الحبل على الغارب لاولادهم وبعدين نرجع نقولوا ايه ده، هم ايه اللي حصل ده، امتى كنا فين. ما هم ما كانوش موجودين طبعا. لما بيكون في التفكك الاسري كل واحد في ناحيه، فكل واحد مشغول كل واحد بقى لا وكل واحد بنفسه. بيجيب اللوم على التاني بقى، لا عندنا انت السبب، لا انت السبب، في يعني النهايه الاسره هي كلها بتضيع، لان كلها بيبقى في اساءه للاسره. في اسباب تانية، يعني احنا بيجي لنا بقى اسباب تانية غير التفكك الاسري والاصدقاء والفهم الخاطئ. احيانا والتمرد في والتمرد على التمرد ده الحياه جزء نفسها. من سمات فتره المراهقه. فتره المراهقه دي المراهق بيبقى حيران، انا طفل ولا انا كبير، انا بنت عنده صراع. صغيره، صراع داخلي لازم يتم استيعابه واحتوائه، وازاي نتعاملوا معاه. لازم يبقى في دورات، الناس تدخل على اليوتيوب ويحضروا دورات ويشوفوا ازاي يقدروا يتعاملوا يعني معاهم. لازم الاسره تثقف نفسها ان هي ازاي تثقيف تتعامل مع بالراحه مرحله سن التعامل. المراهقه. وبعدين اللي بينفع مع ولد
ما بينفعش مع اخوه. صح. اللي بينفع مع بنت تقولي ما هو اخوها اهو كويس، ما اخوها اهو مؤدب وما بيعملش ده، ما البنت دي ليها عامله طالعه كده، ما هم مختلفين، هم لو توأم هيبقوا مختلفين، لان كل واحد بيتعرض لظروف وافكار. صح. هي اللي بتمشيه. يعني احنا بنقول هروب البنات ده سلوك، السلوك ده حوالي 10%، لكن 90% الاب والام افكار ومعتقدات وعادات وتقاليد، كل ده داخل الداتا اللي داخله. ايوه، ومنها الاصدقاء. سبع سنوات او 8 سنوات بيكون اتكون عند اولادنا 80% من معتقداتهم. خلاص هم دخل جواهم ايه؟ احنا بنسيب الجزء ده للتلفزيون وللكرتون وده وده، هم بيربوا معانا، العالم كله بيربي. فالام مش عارفه ولادها دخل جواهم مش ايه، مش عارفه تسيطر على الولاد. فهيجي في فتره المراهقه، هيفلتوا منها. ولو فلتوا دي اخطر فتره فعلا بيتعرض ليها. بيجي لنا برضو مشاكل بيهربوا فيها الام، سواء بيجي لنا الاهل بيقولوا لنا عليها، او البنات هي اللي بتحكي لنا، اللي بتيجي تشتكي بقى. بتشتكي لنا من ايه؟ بيبقى في احيانا تحرش داخل الاسره. طب استاذه امل، هنتكلم في النقطه دي عشان دي مهمه جدا، بس هناخد اتصال، وده من الجنس الاخر، راجل بقى. طب كويس. استاذ احمد الو. استاذ احمد، طب حاول تتصل بينا تاني، معلش احنا اتاخرنا عليك في الرد. بالنسبه بقى، يعني لان البنت دايما يقول لك ايه، البنت هربت من بيت ابوها وامها عشان اخوها حصل يعني تحرش بيها من اخوها من باباها. عندنا فعلا بعض الحالات اللي فعلا يعني، وقد يصل الى درجة أكبر كمان من كده، اللي هي زنا المحارم. هناخد الاتصال ده عشان ده من المغرب، ونرجع نكمل الحلقة. ألو. السلام عليكم أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عبد الحق، اتفضل. حياك الله وحي الضيفة الكريمة. الله يخليك، تحياتنا ليك يا فندم. هذا موضوع مهم يا أختي، وأنا أريد من الدكتورة أن توعي بعض الناس، لأن هناك بعض القوانين كذلك الأسر. أصبح الناس يقولون هل تستطيع أن تتكلم مع البنت؟ بعض الجمعيات الحقوقية التي تنادي بالحرية يا أختي، أصبح الآباء مكتلين ببعض القوانين. مثلا نحن عندنا، واللي أصبحت عندما تريد أن تتكلم مع الفتاة يقول لك بعض الناس مفهوم لا تستطيع أن تتكلم، هذا وقت آخر. هذا أصبح الآباء يخشون من القوانين. الفهم الخاطئ لمعنى الحريه من قوانين يا اختي. نعم. الفهم الخاطئ لقوانين الحريه. احنا المفروض بنعرف ولادنا يعني ايه حريه، ويعني ايه استقلال، ويعني ايه. بخير بيتك. هذا بنشكرك على هذه تنورينا فيها. بنشكرك على اتصالك استاذ عبد الحق من المغرب، واشكرك جدا على الاتصال وعلى المشاركه. هناخد اتصال ثاني يا استاذ امل، معلش النهارده الحلقه يعني. استاذ ايمان الو. الو استاذ ايمان. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي، ممكن تشاركي طبعا، يهمنا رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده في الحلقه. من سني كام سنه الاول يا استاذ ايمان؟ نعم. عندي كام سنه؟ انا 26. ما شاء الله، لسه صغيره يعني. متزوجة؟ أنا متجوزة وعندي ابن عنده سنة يعني. ربنا. طب الله أكبر، ما شاء الله. إيه رأيك في الموضوع الحلقة النهاردة اللي بنتكلم فيه، هروب البنات من بيوت أهاليهم؟ والله هو موضوع حلو جدا، بس أنا شايفة إن برضو يعني الأسرة ليها دور كبير في الموضوع ده. تحاول إن هي تقرب مثلا من البنت أو الولد، تشوف يعني أكتر وقت هما بيقعدوا فيه، الموبايل على طول وكده، وأصدقاء مش كويسة. هما برضو نفس النظام يعني، بيكون ليهم دور. يعني انت شايفة ان دور الاب والام مهم جدا مع الابناء، وهو السبب الرئيسي يعتبر او الاساسي. اكيد. الاساسي في هذه الظاهرة. اكيد يعني. تمام، بشكرك جدا يا استاذة ايمان على المشاركة. فعلا هو ده الاساسي. في قانون مهم جدا بنقوله في التنمية البشرية، اللي هو ما تقومه يقومك. دايما بنقوم ولادنا، ما تعملش، ما تضرب، ما تروحش، ما تجيش، ما تطلعش، بدون ما نقول لهم ليه. فاحنا بنقوم، طب ما نقول لهم ليه؟ عشان يقتنعوا، عشان يتقبلوا الرساله، ونفضل وراهم لغايه لما يقتنعوا. يا اما تقنعيني، يا اما تقنعني. ما لازم تقنعني. يبقى في لغه حوار بين الاباء والابناء. لكن طول ما انا بقول لهم لا لا لا، هنا خلاص في عند هيقاوموا وعدم تنفيذ. بالظبط.
بالظبط. يبقى ناخد حلو جدا القانون ده، يعني لو احنا حطيناه في دماغنا وما تقاومه يقاومك، لا ما تقاوميش، ما تقاوميش اللي قدامك، ولكن نقشي. اقعدي معاه، اقعدي اتناقشي معاه، طب اقنعي، اقنعني، خدي خدي ودي اقنعني، عشان معاه انا يعني. عايزه فعلا الموضوع اللي انت بتقوله ده كويس جدا، بس اقنعني، يمكن ما كانش على ايامنا شويه، بس ممكن صح. تقولي وجهه يعني نظرك كده ايه، نقعد نتقرب انتوا من سن الشباب بعض الجديد شويه، انتوا كده. شباب واحنا كبار وبتاع، ايوه طب احكي لي، طب قولي لي كده يعني. بالظبط، نبدا نقعد نتكلم مع بناتنا، مع معاهم، فهيبدا تبقى صاحبتي بدل ما هي كلها مع صاحبتها، تبقى هي صح. صاحبتي. طب هناخد اتصال يا استاذ. استاذ يسري، الو. ايوه، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله السلام. وبركاته. بشكر سيادتك على عنوان البرنامج الجميل بتاع حضرتك. يا رب يخليك يا استاذ يسري، ميرسي ربنا لذوق يحفظ حضرتك. سيادتك يا استاذه. الله يخليك. انا شايف ان سبب الافات اللي في البيوت، شايف ان احنا ظلمنا بناتنا. ظلمنا بناتنا ظلمنا في الوقت بناتنا. والله العظيم طب ظلمنا. يعني انت عارف انا اول مره اسمع الراي ده النهارده، بس احب كويس انه اسمع من بقى رجل يعني وجهه كمان. نظر حضرتك. ظلمناهم ازاي؟ البنت في بيت والدها، جميع الاديان السماويه ادت للبنت وهي طفله وهي شابه وهي زوجه بيت زوجها الحريه الشخصيه والحفاظ عليها. حتى الرسول الكريم محمد عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع يقول للبشريه على جبل عرفات، اتقوا الله في النساء. يا خبر ابيض، كانت اخر خطبه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يقول للامه ويسجلوا ويكتبوا وراه، يقول للبشريه اتقوا الله في النساء. ويقول عليه الصلاه والسلام: من عال جاريتين بنتين فقبر كن له جاء من النار. وعند حضرتك القران الكريم 114 سوره، ما في سوره تسمى سوره الرجال، في سوره اسمها سوره النساء. نساء. واول من يدخل الجنه بس مع مش بنطبق بقى اللي فيها، مشكلتنا في عدم يعني المشكله التطبيق. ان انا مش بنطبق عدم حتى الدين بتاعنا يا استاذ يوسف، فهم خاطئ للدين، ان الرجال قوامون على النساء يبقى لازم تكبتها. شوف المراه دي، اقيم بنتي في البيت ارفع من شخصيتها، ما تجيش من بره ادور في الموبايل بتاع مين اللي اتصل عليك، طب الرقم ده كلمك. ده احنا بنشجع البنات على الفساد كده. البنت لازم تشبه حنان من وهي طفله لحد حتى ما تتزوج وتروح بيت زوجها. لما تجي بيت والدها بتبقى قاعده مثلا في الانتريه، تجي تدخل المطبخ تقول لماما طب بعد اذنك ممكن ادخل المطبخ يا ماما، مع انها ماشيه من البيت ده بقى 10 سنين عند بيت زوجها. احنا عايزين نحسس المراه ان هي صاحبه بيت وهي طفله وهي شابه وهي امراه، والبيت اللي ما فيهوش امراه صدقيني والله بيت مظلم. ده الفرق بقى. بشكرك، بحييك يا استاذ يسري جدا على رايك، ورايك فعلا يعني اضاف لنا جديد جدا، اضاف لنا حاجه جديده يعني. وانا بشكرك جدا على الراي الجميل ده، وطبعا ده كويس جدا يا استاذ يسري، بيقول لك يعني لازم تكرموا النساء طبعا. ولو فعلا البنت خدت الحنيه وبقى عندها شخصيه في بيتها، احنا مش بنقول ان احنا نراقبها، ولكن يبقى في نوع من الاحتواء من بعيد. من بعيد يعني، من انا مش بقول ان انا هراقبك، انت بتكلمي مين، انت مش عارف ايه، يعني انت هفتح عليها الاوضه بوليس، لا عارفه اللي هو احنا قاعدين يعني. كلنا انت بتعملي ايه، الا تفرجيني، طب مش عارف ايه، طب مين ده مين دي، يعني يبقى في تواصل، ولكن مش ان انا بقبض عليها كل شويه. أيوة. وادخل بتعملي ايه، انت بتكلمي مين، انت ازاي تعملي كده، انت لا، ما ده هيجيب نتيجه عكسيه. أيوة. وده غلط، وده اللي بيخليهم يتشبثوا بالعند وبيعملوا تصرفات غلط، وبيسمعوا للناس اللي بره، والناس اللي بره الله اعلم. الاعلام كمان ليه دور. انا برضو كنت عايزه اقول ان دور الاعلام الفاسد، مش دور الاعلام الكويس. لا هو كمان الميديا يعني ممكن يعني انا معاكي ان السوشيال ميديا والانفتاح اللي احنا بقينا فيه طبعا عن زمان، عن فرق سنين كتير فاتت يعني. لاحظي حضرتك في دلوقتي افلام بتصور البنات بشكل تخلي البنات اللي قاعده تتفرج، انا نفسي ابقى كده. هي شايفاها بشكل اجراحي، هي شايفه ان هو عادي، عايشه حياتها بره وبحريه خالص. وده مش هي دي الحريه. لا خالص، فهم خالص. خاطئ للحريه، الحريه اللي هي الثقه. انا اقعد بقى مع بنتي وافهمها ان ده مش هي دي الحريه. لا دي مش ادب، ده مش اخلاق اللي هي بتعمله. ده غلط. احنا اخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا ما يقولش ان هي دي. صح. فليه دور. عارفه حضرتك الـ 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 الكورونا اللي احنا فيها، كان افضل للناس بدل ما الاعلام يفضل يقول البسوا الكمامه واعملوا مش عارفه ايه، كان فيلم واحد يطلع، كان مسلسل واحد يطلع. كان في مسلسل قديم بتاع فردوس عبد الحميد تقريبا، شفنا منه حته كده صغيره قديمه يعني. ده كان بيحكي عن ايه؟ بيحكي ان الام بتقول لاولادهم، بتقول لها يعني ازاي يدخلوا بيتهم وانت في اوضتك، وانت في اوضتك، وانت اعمل ايه يعني. دي مسلسل. المسلسل بيدخل كل بيت في الريف وفي الحضر
وفي الـ في الـ في العرب مثلا، في البدو وكذا، بقى كل مكان دلوقتي موجود فيه بيحبوا يتفرجوا. الستات السيدات في البيت بتحب تتفرج على الافلام والمسلسلات. لو في مسلسل يحكي عن تجربة البنات ديت اللي بيحصل لها، لكن طول الفيلم، طول الفيلم البنات بتستمتع بشكل غير عادي، ويمكن في النهاية البنت يقبض عليها او تموت او تتفضح او 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 اللي هي بتعمله بره. مسلسل يقدر يأثر في الناس دي كلها افضل من الكلام. صح، ده كلام صح، على الاقل هيشوفوه ويسمعوه يعني. فالاعلام مؤثر حضراتكم، والمسلسلات الميديا ده مؤثر جدا، ان هو يتعمل حاجة درامية توري البنات. يمكن في فيلم قريب برضو اتعمل بحاجة زي كده، كان كويس جدا، معرفش ممكن اقدر اقول فيه ولا لأ، اقول اسم الفيلم. في بنات بقى ديت، وفي بنات فيهم كويسة، وفي بنات البنت اللي عاطين لها حرية بعدم خوف وعدم جبن، تقريبا اسمه بنات ثانوي. حلو حلو الفيلم ده. الدين لا، البنت المتدينة، البنت المتدينة اللي قافلين عليها، اللي كابتنها اللي بتضرب بكذا، مش هو ده الدين. صح. هنا فهم خاطئ للدين. لكن البنت اللي الأب والأم عاطين لها الحرية، وإن هي قدام عينهم، وإن هي تقول، وإن هي تخاف على نفسها، لا ده تضرب أي حد يجي عندها. يعني ده فعلا ده مسلسل، ده يعني فيلم حلو، بيمثل الواقع اللي احنا عايشينه. احنا محتاجين ده، احنا محتاجين ده. انا بقيت بصراحه مبسوطه وانا بتفرج على هذا الفيلم. فيلم على بنات ثانوي. بقيت مبسوطه فعلا وانا بتفرج، لانه فعلا فيلم هادف بيوري للبنات ازاي تتعامل، وازاي الاهل كمان يتعاملوا مع ابنهم. احنا محتاجين ده، محتاجين ان التاثير يكون من الاعلام، وعلى هذا الشكل، على هذا المنوال، عشان يدخل واحنا بنتاثر. صح. احنا كمصريين بنتاثر، عندنا حته العاطفه والمشاعر بالظبط كده. فده مهم جدا. طب هناخد اتصال استاذ امل وبعدين نتكلم بقى براحتك. استاذه خلود، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاجبني موضوع الحلقه ده، كويس جدا، وعايزه اتكلم في الموضوع ده بصراحه، يعني دي فرصه بصراحه. ربنا يخليكي، وميرسي على اتصالك وعلى المتابعه طبعا، ويهمنا نسمع رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انا عندي 17 سنه. ما شاء الله، لسه صغنونه يعني. ثانوي؟ في ثانوي صح؟ تمام. ايه رايك في الموضوع؟ بصي، خلينا نتكلم شويه بعد عن الحريه. تمام، ماشي، نتكلم. انت منين الاول يا خلود؟ من هنا. من هنا، ماشي، اتفضلي. خلينا نتكلم شويه بعد عن الحريه. تمام. لو كل واحد التزم بصلاته وبدينه وبالقراءه في المصحف، وبعدنا شوية عن التلفزيون وعن البرامج وعن الأغاني وعن ده كله، كل المشاكل دي هتتحل. معاك. تاني حاجة أنا عايزة أوجهها لكل البنات وكل حد بيتفرج على القناة دلوقتي. اتفضلي. إنه الواحد يحافظ على نفسه، ما يستناش إنه حد ينصحه، لازم هو ينصح نفسه بنفسه، ولازم هو يخاف على نفسه، ما يستناش حد إنه هو ينصحه. خليك أنت أحسن من اي حد، ما تستناش نصيحه من اي حد، او ما تستناش مثلا انه حد يقول لك انت غلطان، انت ليه بتعمل كده، انت عالج غلطك بنفسك. قول لا، انا ما ينفعش، انا لازم اغير من نفسي، ايه اللي انا بعمله دي، انا مثلا اخلي ابويا وامي يتبهوا بي، لازم انا اللي اغير من نفسي، مش الناس اللي تغير مني. يعني هو لازم يحاسب نفسه ويعاقب نفسه على الاخطاء ويعترف بخطئه. ايوه، مش يستنى انه انسان يجي يعاتبه او يقلل منه او اي حاجه زي كده. ده جزء، ده طبعا مهم. يعني انا بشكرك جدا على مشاركتك معانا يا استاذه خلود، وميرسي جدا ليك. وانا فرحانه باتصالك والله، وان انت متابعانا على قناه الصحه والجمال، وبشكرك جدا جدا جدا. الوازع الديني والتربيه الدينيه طبعاً السليمه، يعني الدين ليه لها دور طبعا. كمان الحاجه المهمه جدا اللي هو الاخلاق. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني احيانا امراه تصوم وتصلي وتؤذي جارتها هي في النار. ده بتصوم، ده بتصلي، لكن بتؤذي جارتها. طب ما ايذاء الجار ده اخلاق. طب ما ممكن يصلي وتصوم وتهرب، او ترد على مامتها رد مش كويس. الاخلاق بنعلم ولادنا، بنغرس فيهم حته الاخلاق. الاخلاق والدين، لكن الدين لوحده لا، لازم الاخلاق والدين الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض مهم جدا في ولادنا، ان هم يبقى قدامهم اخلاقي عنواني. حتى احنا كنا عاملين مبادرات
في المدارس وفي الجمعيات وكده، اسمها اخلاقي عنواني، وبنشوف ايه الاخلاقيات اللي احنا المفروض احنا نتمسك بيها، وايه الاخلاقيات المجتمع المنسيه واللي احنا نبدا نتعامل بيها. مهم جدا نرجع لاخلاقنا وديننا، عشان اللي هو الدين الصحيح، والفهم الخاطئ للدين بيخلي عكس عكس ده. يعني لازم نبقى عندنا فهم صحيح للدين بتاعنا، لكن احنا ما نروحش للاتجاهات الاخرى ونقول اصل الدين بيقول كده بالظبط. لان احنا اللي شايفينه حته الهروب او اي سلوك ده قلنا ال 10%. عارفه حضرتك السفينه بتاعه تايتانيك لما القبطان خبط في السفينه، هو كان شايف جزء من التلج فوق، ده 10%، كانت 90% تحت الميه. احنا نشوف ولادنا بيتعاملوا ازاي وافكارهم ايه، ايه افكار ولادنا اللي هم بيتعاملوا بيها، ايه فكرتهم عن الصدق، ايه فكرتهم عن الامانه. يعني ايه صدق، يعني ايه امانه، يعني ايه اخلاق، يعني ايه ضمير، يعني ايه يكون الواحد عنده مراقب الله، يعني ايه انا يكون عندي احسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ويمكن بيقولوا لاولادنا منذ الصغر، بيقولوها في المدارس، يجيبوا لهم ايه مدرس قال للولاد انا عايز كل واحد ياخد الفرخه دي، ده قصه، عايز الفرخه دي يذبحها في مكان محدش يشوفه فيها، كل واحد استخبى. نحكي لاولادنا القصص دي، كل واحد استخبى وذبح الفرخه او في مكان، اللي في الدولاب واللي تحت السرير واللي قفل عليه، الا واحد جابها من غير ما تتذبح. انت ما ذبحتش الفرخه دي ليه؟ قال له اصل انا كل ما اروح في حته الاقي ربنا شايفني. فيبقى هنا مراقبه الله في السر والعلن. لا، انت ما تعمليش حاجه غلط حتى لو انا مش شايفاكي. الاخلاق نمره واحد، انت رقيبه نفسك. الاحساس كمان اللي هو اللي احنا كنا حته الانتماء لوحدها، الانتماء للنفس، اوعي تهيني نفسك. انا في مره كنت في يعني مسافره، ولقيت بنت، يعني كنت داخله مثلا في المكان اللي هو بتاع السيارات عشان اركب مثلا للقاهره، لقيت بنت جاية بتسأل العاملة بتاعت المراحيض اللي موجودة، بتقول لها أنا عايزة شقة مفروشة. شتمتها وقالت لها وانت برضو هربتي تاني من بيت أهلك؟ فأنا قعدت أتكلم معاها، البنت دي انت هربتي ليه؟ قالت لي عايزين يجوزوني راجل واحد كبير في السن. أكبر مني في السن، وأنا عايزة واحد شاب يعني أنا بحبه، من سنها وكده بتحب. طب يبقى ده سبب برضو من الأسباب اللي نقدر نقول عليها إن الأهل عايزين يجوزوا بناتهم. زمان برضو كانوا في حالات من دي كتير قوي، كانوا بيجوزوا البنات الصغيرة، يا إما راجل كبير، يا إما واحد غني هي مش عايزاه، يا إما كل راجع مثلا أجنبي، يا إما كل راجع للمادة. طيب البنت دلوقتي عايزة حد شاب صغير، لازم تكون طبعا كملت ال 18 سنه عشان يبقى قانوني وزواج شرعي. نقعد نقنعها. طب في النهايه هي مش مقتنعه، هي عايزه الشخص ده. طب خلاص يبقى ما افرضش عليها. مش هفرضه بقى عليها، بس هنعرفها ان انت اللي هتبقي أنا مسؤوله. الصح والغلط. وهعرفها ان انت المسؤوله عن ودي اتخاذ قرارك ده انت المسؤوله عنه. بالظبط. افرضي طلقت، افرضي ان بنتنا ديت خلاص هي اتجوزت وطلقت خلاص، ولقيت ان هو مش هو ده الشخص المناسب، خلاص ما نتبحاش. عشان لقينا في على السوشيال ميديا برضو من البنات اللي هم كانوا سايبين وتركين بيت اهاليهم، كان بعض البنات اللي زوجوها وبعدين سابتهم بقى وراحت مش عشان اتفرض عليها وضع هي مش حباه وما مرتاح مش مرتاحه فيه. فاحنا بنقول للاهل، احنا بنقول للاهل لو ايه النصيحه بقى اللي نقولها للاهل عشان حلقتنا النهارده دي؟ خلاص خلصت الحلقه، يعني للاسف الوقت عدى، بس احنا يعني لينا تكمله. طيب. تاني باذن الله. الوعي، استاذه امل، الوعي نمره واحد، الوعي الاهل لان ولادنا مختلفين، ولادنا مختلفين عننا ومختلفين عن الازمنه ومختلفين عن اللي جاي كمان. صح. يبقى حته الوعي ان انت بتتعامل مع فتره من اخطر الفترات. شبعوا ولادكم بالحب. الحب ممكن تقولي لي ان انا بقول لبنتي بحبك، الحب خمس انواع. ممكن انا اقول لبنتي، بنت محتاجه للحب بالكلمه، اقول لها دايما انا بحبك قوي، انت وحشتيني قوي، انت اتاخرتي ليه. في حب تصرفات، في حب بقى تصرفات، وحب ان انا احضن بنتي، ان انا امسك ايدها وانا ماشيه، حب مشاركه، الحب ان انا بشاركها في كل حاجه في الوقت. شوف ولادنا ايه، ويمكن احنا حكينا قبل كده في قصه اللي بيصطاد بالدود والتاني بيصطاد بالفراوله،
انا بحب الفراوله، فانا بحط في السمك بحط فراولة. فراوله، لكن السمك ما بيحبوش. البنت انا بقول لها انا بحبك انا بحبك، هي مش عايزه الكلام، لا هي الكلام ده عايزة ايه؟ فعل، انا عايزه امي احتضان. تحضني. الحضن يبقى ساعات دايما الابناء بيبقوا مهم محتاجين جدا، حضن، الاهل ياخدوا بالهم من في الفتره اللي صح، هي من اخطر خصوصا الفترات، المراهقة. فتره المراهقه، يا ريت تعملوا وبنقول ان فيها، يبقى في مراقبة برضو، بس مش يبقى فيها المراقبة اللي هي حلقات الحادة. استاذه شيرين، ان شاء الله باذن حلقات الله يبقى في حلقات نقولوا تانية ايه كتيرة سمات المراهقه وازاي نتعامل مع كل حاجه، ونجيب بعض الحاجات اللي ممكن نتعامل ان شاء الله. فيها تشرفينا تاني باذن الله. ونتكلم عن سمات المراهقة باذن واخطارها الله. طبعا، ودور الاباء بلاش والابناء. انتقادات لاولادنا، الانتقادات الكتير، الانتقادات الكتير كمان عملت بتعقدهم ده ليه؟ شلته وبتخليهم ليه؟ ما حطيتش ليه؟ بتهز يعني، بتهز ثقتهم في نفسهم، بالظبط، وان هم اخطاء على طول بيخطئوا، وان هم ما بيعملوش اي حاجه صح بالظبط، خالص. وما فده هو انا برضو مش ده عاجبكم بيساعد، كده كده مش عاجبكم، خلاص انا مش فخلاص هعمل. نراعي مشاعرهم، هم برضو عندهم مشاعر طبعا بيحسوا. بلاش احرجهم، بلاش اضايقهم، يعني يبقى في لغه حوار ومناقشه. التعليمات كمان من الاخطاء المهمه جدا اللي احنا بقول لك دايما يا استاذه امل، اعمل كذا ارسال تعملش كذا، طريقه القاء المعلومه هي دي. لو انا القيت المعلومه بحديه او باوردر او بعنف او بامر، محدش هيتقبلها. عارفه حضرتك، خلينا نبص من الاخر، كلمه اخيره يعني لو كلمه عايزه اخيره تقولي بقى بيها. عشان نختم ايوه الحلقه. شوف، انا خلينا نبتدي من النهايه، صح، انا عايزه شكل ابني ايه وبنتي ايه عشان انا اربيه عليها. صح، اللي هتزرعيه هتلاقيه. بيحب بيته مش هيهرب من البيت، صح، يحب الام والاب هيخاف عليهم صح، ويخاف عليهم. شكرا لك، اشكرك جدا استاذه امل حسن شعبان، شرفتيني ونورتيني، وحلقه ممتازه جدا، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية جديده كتيره ونكمل حديثنا عن هروب الفتيات باذن الله. شكرا استاذه امل حسن شحاته، استشاري اسري شعبان استشاري اسري وخبير التنميه البشريه وكاتبه. طبعا استاذه امل بتالف كتب طبعا عن الاسره وعن حاجات متعلقه كتير جدا بتربيه الابناء، وان شاء الله هنناقش معاها الموضوع ده في حلقات جايه باذن الله. بشكرك جدا استاذه امل، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ويا رب نكون حلقه يعني قدرنا ان احنا نغطي جزء من الحوار والموضوع والظاهره المنتشره بشكل غير طبيعي، ويا رب كلنا يعني ما نشوف اي حاجه وحشه في ابنائنا، وربنا يسترها ويحفظها عليهم كلهم يا رب. بشكركم، كنت معاكم شيرين شوقي.